مؤخرا سربت محاضر تحقيق لمتهمين مفترضين ونشرت على صحف ورقيه ومواقع الكترونيه. شوف نقول لك واحد القضيه، نقول لك واحد المساله. لا نتكلم في طيب، ولكن هذا ماشي من هادشي ماشي ديال الحكومه. هذه اليوم هذه ماشي مسؤوليه الحكومه. هذا الشيء اليوم يتعين على اننا نضربوا بشكل قوي على الايدي ديال الناس والاصابع ديال الناس اللي وزاره الداخليه في الحكومه. كيفاش وزاره الداخليه في الحكومه؟ مديرية الامم الوطنيه ووزاره الداخليه ورئيس الحكومه تحت اشرافه هذه الامور. لا انا ما عنديش يعني دابا تصرف محاضر. لا دابا انت كتقول بان وزاره الداخليه هي اللي سربات. لا انا كنقول رئيس الحكومه. انت قلتي ماشي تحت مسؤوليه الحكومه تسرب بالمحاضر، ولكن رئيس الحكومه تحت وصايته وزاره الداخليه ومديريه الامن الوطني. لا انا كنقول لك الى هذه الامور تحتاج الى تحقيق في الموضوع ومتابعات قضائيه، واللي تثبت في حقه انه دار امور من هذا النوع خصو يتعاقب. اذا كحزب وكوزير كفاعل حكومي انا ضد. هل ماذا فعلتم؟ يعني بلاغ تنديدي كاين هذا الشيء، كاين هذا الشيء. راه طالبنا بالقيام باللازم على هذا المستوى باش الامور ما تخرجش على الاطار ديالها. وسبق لي أن قلت جميع المؤسسات تتعين أن تحترم نفسها وتحترم صلاحيتها. في مجال تسريب محاضرة التحقيق يتم الآن إجراء تحقيق في من سرب. ما فهمتش واش دار التحقيق الآن، ولكن هذه التسريبات الموقف اللي كنعطيك تدينها. أنا أدين التسريبات وأعتبر أنه الأمور اللي كتمشي في هذا الاتجاه وكاع ديك الأمور التي تستغل اليوم بالخصوص في الحملة الانتخابية اللي جاية باش يضربوا في حزب سياسي معين، هذا الشيء كله أنا ضده. كنعتبر بأنه أمور غير مشروعة، وأن القانون خصو يتحترم، وأن الجميع خصو يبقى في بلاصتو، وما يمكنش الدواليب ديال الدولة الرسمية تستعمل لصالح أي كان.